اظن اللي انا عملته معاك ده ما يعملوش معاك اخوك ابن امك وابوك. على راس ابو نسب، وجميلك هيفضل في رقبتي طول العمر. رقبتك دي لولايا كان زمانها بين ايدينا عشماوي دلوقتي. عارف ابو نسب، عارف. طب وبجملة المعرفة بقى مني كلك نظر. انت عارف ان انا مبدئي في الحياة عض قلبي ولا تعض رغيفي، وده اكل عيش حبيبي والمكتب مفتوح ومصاريف وانت فاهم بقى. طب اقسم بالله لو معايا متأخر عنك ثانية، بس انا مستني بس الدنيا تهدى وتشوف لي حل مع الولية دي وارجع شغلي، وليك عليا يا سيدي ساعات اقسط لك اتعبك لحد ما تقول لي كفاية. تقسط ايه وانت بتشتري غسالة؟ مني القضية مفتوحة والفعل مجهول، يعني الليلة مش هتخلص بسهولة، ولازم انا اسدها بنفسي، وعشان اسدها محتاج مصاريف، اجيب منين؟ طب قريني. طب ابو نسب وقول لي اعمل ايه. بص يا مني، القضية دي لو جايالي من اي حد غيرك انا مش هقبل فيها اقل من ارنب مقفول. لما انت ابو نسب خال العيال عيب عليك، مش هطلب كده يعني. انا هاخد منك اربع حيطان. انت عايز تبيع يعني شقه ابويا جمال؟ شفت اهو انت كده بتقول الغلط. انا راجل حقاني واعرف ربنا، انا بشتري منك حقك في شقه ابوك، لانك مش هينفع تبيع حق اختك لانها مش عامله لك توكيل. انا سالتها قالت لي انها ما عملتلكش توكيل قبل كده. طب انا اروح فين يا جمال؟ اترمي في الشارع؟ يا جدع انت مجنون، ده انت اخويا وانا هسيبك تترمي في الشارع؟ انت هتبات هنا في المكتب لحد بكره الصبح، وبعدين بقى تدور لك على اوضه كده في عين شمس في فيصل تكن فيها وما تظهرش لحد ما القضيه دي تخلص. طب الاوضه دي ببلاش يا جمال، ما محتاجه ايجار وانا ما حلتش اللقطه. عيب عليك يا مان، وانا هسيبك يا جدع ما تقلقش. انا هشوف لك مصلحه كده تطلع منها بقرشين حلوين، تدفع ايجار الاوضه وتكمل لي فرق اتعبي. فرق يا جمال؟ وانت فكرك ان الاربع حيطان دول هم كامل اتعبي؟ ما تقلعني هدومي بالمره يا جمال. ما انت قلعتها قبل كده وكنت هتاخد اداه. انت عايز يا جمال؟ انا عايزك تستهدى بالله كده وتمضي العقد ده، وبعد ما تمضي هقول لك على الطريقه اللي هتجيب بيها قرشين على السريع.